السلام عليكم اخوان. عليكم السلام شيخ مار. جود مورنينج. لا توقفوا لا توقفوا، فوتوا قعدوا قعدوا رجان. عبالك واكلين على مودي. اي حجي نوري، اخوانكم زينين؟ والله الحمد لله زينين. انت شلونك شيخ مار؟ والله شو اقول، الحمد لله زينين. اجدادنا ايش قالوا؟ ايش قالوا؟ عم اذا حبت تشنى ابليس يدخل الجنة. اللي احترقني هاي شنو معناها؟ وما له علاقة بموضوعنا، بس انا قلت هيك حتى تزيد ثقافتكم. اي طبعا عيني، الله يخليك. سنان ممكن تجي برا شوية؟ اريدك بموضوع يعني خاص شوية، على مود سالفة الليل. ماشي يا غاتي، يلا امشي برا. يلا ما رخصتكم عيني. الله الله، شنو عندهم هذولا؟ بست احمد ابني ليش تضحك؟ ها شنو سالفة الليل هاي؟ قولي قولي، يلا قولي شنو السالفة؟ ها؟ لا عمو العمو، انا اتذكرت غير شيء. ايه صحيح صحيح، انا شعلي شعلي يعني. ايه شيخ ماهر احكي لي شوش عندك؟ لا تسأل سنان، انا البارحة ظليت للصبح منايم، وهذا فكرة يمك وسنان. ايه والله يجي شيخي. زين شيخ، اذا انت ما نمت للصبح لعد ليش ما رحت للطبيب؟ انا شلون ارد اساعدك؟ انا خو مو معالج مال نوم ولا دكتور، انا سايق تاكسي على باب الله، شو اقدر اسوي لك انا؟ انت ما عرفت تعمتني اثول، انا جيت افكر بالمره اللي شفتها بالليل، على مود هاي ما قدرت انام، انا هاي المره اريدها. مريه؟ مريتيش؟ ليش شنو كان اكو مريه البارحه وانا ما شفتها؟ يا مريه يا معود. هاي ناجيه؟ شنو؟ تذكرت يا معود، تجد تحكي الخاطر. الله، اني مو مكفيني اللي بيه من هموم، انا لحد الان ما قدرت ادفع فلوس معهد ابني ومحتاج فلوس كومة، وانت جاي تقول لي مريه ما اعرف شنو. سنان، انا حبيت هاي ناجي، انت بس رتبها لي وانا راح اغرقك بالفلوس. اويلي تحكي صدق اغاتي؟ اي شوف هسه احنا صرنا نفهم بعضنا، انت احكي لي على الفلوس وانا هسه ارتب لك الشغله مال هذه. اي قبل اتزوجي. زواج؟ ماكو داعي للزواج شيخ، انت ياهو تجي قدامك تريد تتزوجها؟ انسى عمي هسه مو وقتها، ماكو داعي، هسه طلعوت وانسوا روحوا سفرات وهالشكل يعني، صيروا حبايب اول شيء. ما يصير، انا احب ناجي، انا اريد قبل اتزوجها. والله ماشي شيخ تزوجها، بس هي يعني شويه شلون افهمك؟ والله ما ادري. اي تمام اعرفها، يا اخت رجال. هي مال اخت رجال، اخت رجال، وحتى همينا اكثر من اللازم هم يعني، ما ادري افتهمت لو. اي اعرف، شريفه وعفيفه وصادقه، وحتى ما تباوع الزلم. اخذ الناجي سنان. اي هي ما تباوع يعني، شو اسوي اغاتي؟ انا حاولت اشرح لك ونبك، بس انت مدى تستوعب وتريد لعد. يلا قوم واخذكم عليها، ما بيدي شي بعد. يلا ليتس جو فكرت. ليتس جو شيخي تفضل. يلا عيني يلا يلا. نزل راسك. ترن 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 ترن. شلونك حبيبتي؟ شنو الغرض من هاي الزيارة سنان؟ لك سمعي عندي لك خبر يجنن كلش حلو، انا راح ازوجك تدري؟ اضحك على نفسك سنان، العراق مليان بنات حلوات وحقيقيات، ليش ياخذني انا؟ لك لا تحكين هالشكل، هذا حب، هذا عشق، يعني ما حد يقدر يسيطر عليه. مو البارحة بالليل كان اكو شيخ بالبار؟ قصدك اللي شرب من الكعب مالتي؟ اي شيخ ماهر مات عليك، يقول ما اريدها غير هي وبس، يريد يتزوجك، يقول خل تتزوجني واني اخلصها من البارات والغناء واسويها اميره ببيتي. تحكي صدق انت؟ والله العظيم لو دا اكذب ان شاء الله عمتي حسنيه تموت. كاني كلش توترت سنونتي. ليش لا تقولي ليش؟ ليش؟ ايش ما ادري، من التوتر كلش قلبي يدق، حتى تعال. اي صح اكيد يدق، باعي شيخ ماهر جوا، نمشي سلمي عليه صالحي، شو تقولي؟ لا ما اقدر اجي، متوتره متوتره. تمشي ليش تمشي؟ امشي بس امشي امشي. وقف خلي اخذ المفتاح. يلا ركض ركض ركض، هرولي هرولي هرولي. ايه جبت لك اياها شيخ. تشرفت. دقيقة، الشيخ ما يبوس ايد احد، الشيخ ايده تنباس، وخليها على راس شم. عافية فكرت. نعم شيخي. جبت اللي قلت لك عليه ابني؟ ايه جبته. تفضل. الدار يا شو؟ ايه شو نزلي؟ ايه
شقد انسان راقي ومثقف انت. اي ترى الشيخ جدا راقي، هو صحيح من برا من الخارج يبين دب، بس من جوا عنده قلب مثل القطن. انا حبيتك حب صادق، حب صادق ناجي. انا اريد اطلب ايدك رجاء، رجاء قبلي، اتمنى تقبلين. اي تمام، بس اكو موضوع لازم نحكي به، لانه اني مو مثل النسوان الباقيات يعني. مش فايف اسل كيرل فريند مالتي، اكو داعي نفتح الموضوع رجاء. انا قبلت بيك مثل ما انت وما راح يتغير هالشيء. ايش تمام؟ اي يلا لا تشك واقفين، خلي اروح ابدي بمعامله الزواج. شو تقول؟ نتشاوف نتشاوف سيو الاتر. اغاتي ارد اقول لك فتشي، انت هسه عرضت الزواج عليها، بس خاله فاطمه ايش راح تقول؟ تقبل بها ضره؟ لا يعني معقوله ما راح تمانع؟ اخاف اسوي لها مشاكل. الموضوع علي، عندي خطه حلوه. صدق؟ لا عدل شي الله.